عن جد اشتقنا للنجمة باسكال مشعليني، وخاصة أنه ظهوره على الإعلام قليل جدا، ولكن خصتنا بهيدا الاتصال عبر فقرة ألو، وخاصة لما قالت مساء الخير رغم كل الظروف الصعبة بدنا نضل هون، أرضك بدنا نضل بلبنان، تحب لبنان، هون بلدك، هون إذا كل اللي مثلك فلوا اللي مين رح يبقى بقي هون بقي بلبنان. باسكال مشعليني مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير سيرج. مساء الخير. كثير بحب وطنيتك، وكثير بحب لما كتبتي هيدي الجمله قد ايه في ناس عن جد صاروا يفكروا انه ليه بدنا نترك وطننا بوقت اللي نحن عن جد فينا نعمل شيء، وخاصه بهيدي الظروف. خبرينا باسكال قد ايه في ناس او فنانين او نجوم او كثار من الشباب عم بيغادروا الوطن، وقد ايه عم نزعل عليهم. سيرج اكيد ما حدا بينلام نحن بالوضع اللي عايشينه، اكيد في نسافر وفي يشتغلوا وفي يدبوا مصاري ويرجعوا لعند اهلهم وبلدهم، في حقهم اللي بدهم اياه، بس هيدي ارضنا وهيدا بلدنا، هيدا منه كلام، هيدا الشيء يعني انا اذا بتركه يمكن بينقطع الاكسجين مني. فلما نحن يمكن بابشع وضع عايشينه بكل شيء، صح؟ صحيح. بس رغم كل شيء ما ننسى انه هيدا هون ارضنا وهون اهلنا وهون النوستالجي وهي شوارعنا ومدارسنا وحياتنا اللي قضيناها. بس انا مع اللي بيسافر ليشتغل ليجيب مصاري ليحقق طموحه، لكن قطعت هالمرحله، بس حدا يقول لي انا مسافر وما رح ارجع وشو هيدا وما بقى ينعش، يا عمي كلنا بالهوا سوا، مش لاني انا فنانه، ما كلنا قتلنا الضرب سوا بالبنوك بالمصاري بكل شيء. بس ما فينا نقول انه شو ما بقى في يعيش، لا بدي ضلني اعيش هون وبدي ارجع لهون لانه هي ارضي وهي وطنيتي وهيدا ترابي وهودي كل الناس اللي بحبهم اندفنوا هون وكل اصحابي اللي نحن عايشين ومع بعضنا، بس مش غلط نشتغل ونصمد ونرجع لهون. يعني قد ما ضيقوا علينا وقالوا لنا فلوا رح نبقى وهن اللي فلوا. باسكال مشعليني خبريني، نحن كمان سبب اتصالنا فيك وشكرا على الموافقه، بس مثل ما عرفت هيك بالكواليس عم بتحضري لعمل جديد، ومين غير ناكست لازم نعرف من خلال هيدا البرنامج نعرف اخر اخبارك، خبرينا اكثر. صراحة ايه انت هلا اول مرة رح اقول، يعني انا الميني البوم جاهز، بس صراحة ما له نفس الواحد ينزل باغنية او ميني البوم من بوضع كورونا بوضع عايشينه كله، بس بالنهاية في عندك جمهورك برا وفي كثير ناس عم بتطالبك. اغنية اجت هيك مهضومة بالوضع اللي عايشينه اسمها جنان بجنان، يعني احنا اللي عايشينه كله جنون جنون شو ما بدك، قعدت البيت، الكورونا، المصاري، الغلا، كل شيء كل شيء جنون بجنون. فلقيت موضوع كثير مهضوم وعم تقله لحبيبه يلا نجن، ما هيك كل شيء جانن، كل شيء طالع والتعب نجن، شو رح ننقص بعد ما رح يروح شيء بقى، كل شيء راح. فلقيتها كثير مهضومه، حلو. رجعت قررت انه نزلها، يعني تنزل سينجل على العيد ان الله راد، هي كلمات لرمضان محمد. واو اوكي. مين؟ الحان الحين احمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم، ومعموله مصريه، معموله كثير مهضومه، ايقاعيه، بتعطي روح، بتعطي ايجابيه. نحن هلا بدنا شيء ايجابي، بدنا شيء فرح، بدنا شيء يعطينا القوه ونتفائل، ما بدنا شيء ينزلنا يهبطنا. وصراحة اللي صور تعرف أنا يعني أنا بالبيت وحجرة ومنتبهة كتير وبدني على كل دير وهيك، فما رح صور. وبحب كمان لما يعني تنشري هذه الإيجابية لكل المتابعين اللي عندك على إنستغرام أو وين ما كان على السوشيال ميديا، قد إيه في إيجابية وقد إيه بتفرجيهم قصص يعني عن جد بتسليهم ببعض المطارح. صح، يعني انا دائما فرجي انه لو نزلت تحت البنايه خيي فرجيت الثلج او فرجيت عم بزرع او فرجيت عم برسم انا وابني او فرجيت انا عم بصلي او فرجيت انا عم بمشي، بس هذا كله ايجابي لانه مرحله بدها تقطع ونحن قطعنا بكثير، منا نحن لازم نركع، مش نحن اللي بنركع. مزبوط هلا وضع اصعب وقت عايشينه، بس ما نرجع نحن متعودين الشعب اللبناني بده يوقف لو شو ما صار، بدنا نربح، بدنا نكون قوية. يسلم تمك. لا هي الحقيقة، يعني ما في إذا كلنا بدنا نقول هيك خلص، يعني شو بنعمل؟ بنحط بحطونا بباخنا وبنروح كلنا، يعني بنقول لهم استلموا البلد باين هون لو شو ما كان.
اكيد اكيد باذن الله. بس بدك تقعدينا باسكال، ما فيك تقولي ولا شوي من الاغنيه الجديده من الالبوم من الميني البوم؟ رح اقول لك شغله، فكره الكليب رح تشوفوني هي الدايركتور انطونيا صهيون عامله كاركتر لباسكال مش عيني، رح تشوفوا باسكال كرتون بكاركتر لها ثلاث اسابيع عم تشتغل، بعدها ثلاث اسابيع كثير كليب كاركتر كرتون كثير مهضوم. والبروديوسر هو جون ياغي، هو طلع كمان بالفكره لانه انا ما بدي صور، ما بدنا نعرض كورونا وهيك، فعاملين لي كاركتر رح تشوفني كثير حلوه بالكرتون وبالكاركتر الرسمي. انت حلوه كيف ما كنت باسكال مش علاني، كيف اذا شفناك على طريقه اكيد الكرتون. شكرا كثير لاتصالك، وبدك توعديني انه اول ما يكون في اصدار جديد كمان تكوني معنا بينا. رح اعمل اول ما بدها تنزل غنية رح تكون دغري عبركم، رح سمعكم اياها ورح تكون كيف عندكم اول شيء بوعدكم، ومن بعدها باذن الله باول الربيع رح يكون الميني البوم في كثير اغاني حلوه، ويا رب يا رب سير تكون الايام جايه افضل وافضل، نامن ببعضنا ونحب بعضنا تنقطع المرحله الصعبه باذن الله باذن الله. شكرا لك النجمه باسكال مش علينا.